قيل إنها محفورة بيد الجان، تمتد في قلب الصخور إلى تجاويف عميقة. أعادت التذكير بقصة جان الذي ضحك حينما رأى أتباع نبي من الأنبياء يتخبطون من العطش، فقال لهم: عجبت لكم تعانون من العطش والماء تحت أقدامكم، فما قصة آبار جان وكيف حفروها ومن أعطاهم الأوامر بذلك؟ نظرة عابرة إلى تلك الكتل الصخرية الصلدة، يستحيل أن يصدق من ينظر إليها ذات يوم بأنها مصدر للمياه. أين المياه في قلب تلك الصخور وقد ملأتها أطنان من الرمال؟ لكن الحقيقة بخلاف ذلك، إنها آبار جان التي أبهرت العالم من صحراء العرب، فقد وصل عددها إلى 300 بئر عميقة ظهرت في قلب أكبر صخور الجبلية الصلبة، ولذلك أذهلت السكان المحليين الذين أجمعوا على استحالة أن تكون أياد بشرية كانت وراء حفر تلك الآبار السحيقة. كان معروفا عن نبي الله سليمان عليه السلام أن الله سخر له الإنس والجان والرياح تجري وتتوقف بأمره، وحينما خرج سليمان عليه السلام بقواته إلى أرض اليمن نزل بقواته إلى أرض يصعب على البشر تحملها، وشاهد النبي سليمان الناس من حوله والقوات يعانون من العطش الشديد. نظر سليمان إلى واحد من أفراد قواته من الجان وكان يسمى سبتر، وكان هذا الجان في حالة غريبة دون ما وكان هذا الجان في حالة غريبة دونا عن سائر أتباع سليمان. جميعهم تأثروا بالعطش وظهرت عليهم علامات تدل على احتياجهم الشديد إلى الماء، بينما كان سبتر يضحك بصوت مسموع. تعجب نبي الله سليمان لرد فعل الجان في موقف لا يصح أن تكون هذه ردة فعله أمام معاناة الناس الذين باتوا في ظروف صعبة بسبب حر الجو وحر العطش وحر المسافة إلى اليمن. سأل سليمان سبتر عن سبب ضحكه. الجان سبتر اعترف أمام نبي الله سليمان بسبب ضحكه وقال: لقد ضحكت بعد أن رأيت العطش قد أضر بكم والماء تحت أقدامكم. وبعد أن انتهى الحوار بين نبي الله سليمان وبين جان، أصدر سليمان أوامره إليهم بأن يواجهوا الصخرة يواجهوه بالعصا حتى خرج منه الماء، فشرب الجميع وظهرت على وجوههم علامات السعادة بعد أيام من العطش والإعياء. تسمى منطقة آبار جان في الجزيرة العربية لينا، ولقد أثارت جدلاً بين أهل التاريخ والجيولوجيا من حيث أصلها الأول، لكن مياهها صالحة للشرب، وقيل إنه تعاقبت عليها حضارات كثيرة من قبل، ولقد تحولت فيما بعد إلى مركز تجاري لا يعرف أي شخص يدخله المعاناة أو الاحتياج من كثرة المكاسب والبركة التي تحل عليه من العمل بالبيع والشراء.